دعاء الندبه يمثل مدرسه عقائديه. أنا أذكر لكم نماذج الاصطفاء الإلهي للأولياء، لماذا الله اصطفى أولياء؟ هذه معضله عقائديه. لماذا كان النبي نبيا وكان الإمام إماما؟ هذه معضله عقائديه دوخت المفكرين منذ الوف الاعوام الجواب على هذه المعضله العقائديه تجدونها في دعاء الندبه بعد ان شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيه وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم. الاولياء هم الوسيله الى الله، هذه قضيه عقائديه. دعاء الندبه يركز على هذه القضيه العقائديه. وجعلتهم الذريعة اليك والوسيلة الى رضوانك. لكل نبي اوصياء هذه قضية عقائدية الارض لا تخلو من حجة دعاء الندبة يتضمن هذا المفهوم العقائدي وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له اوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مده الى مده اقامه لدينك وحجه على عبادك الى اخر المقاطع. النبي الاعظم صلى الله عليه واله بعنوان دعاء الصيغه صيغه دعاء. ولكنه تلقين للعقيده، النبي صلى الله عليه واله يعلم الغيب المطلق في دعاء الندبه، واودعته يعني النبي الاعظم صلى الله عليه واله علم ما كان وما يكون الى انقضاء خلقك. هذا اللي يقرا دعاء الندبه ويقرا بقيه الادعيه هذه المفاهيم العقائديه تتركز في وجدانه. التركيز مساله مهمه جدا. الشمس تشرق في كل يوم لا تقولون تكرار يجب ان تشرق الشمس في كل يوم. في كل آن يجب كل واحد منا ان يتنفس، لا تقولون هذا تكرار. في كل يوم يجب ان نتناول طعاما، لا تقولون هذا تكرار، هذا تثبيت. سوره الحمد تثبيت، كل يوم يجب ان نقول الحمد لله رب العالمين، يجب ان نلفت انتباهنا الى الربوبيه الالهيه. ليكون في يوم من الأيام في الطريق يأتي سارق من سراق العقائد من قطاع الطرق العقائديين ويسلب منك هذه العقيدة هذا الاحتمال قائم قطاع الطرق كثيرون تثبيت المودة في القربة وانها اجر رساله النبي الاعظم صلى الله عليه واله، ثم جعلت اجر محمد صلواتك عليه واله مودتهم في كتابك فقلت قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، هذه القضيه اللي ملايين المسلمين لعلهم غافلون عنها. يعتقدون بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولا يؤدون إليه أجره الذي طلبه ما هو دور الإمام المهدي المنتظر بعد ظهوره دعاء الندبة يبين هذا الدور هذه قضية عقائدية ما أريد أذكر المقاطع ما هو دور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في عصر الغيبة الآن شنو دوره هذه قضيه عقائديه الجواب عنها تجدونه في دعاء الندب ما هي صفات الامام المهدي المنتظر هذه قضيه عقائديه الجواب عنها في دعاء الندب Oh!